بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. الموضوع الذي سنتكلم عنه الليلة نصيحة لا يصلح للصغار والأطفال وضعاف القلوب، لأن الموضوع ربما تكون فيه يعني بعض اللقطات المزعجة، فأنا ما أنصح الأطفال أصلا يتابعونا من البداية، يعني يشوفون لهم شغلة ثانية، يروحون ينامون وراهم مدارس أو يدرسون أفضل لهم. سأتكلم الليلة عن موضوع خطير جدا، يمس الأعراض، يمس العقيدة، يمس الأخلاق، يمس الذمم، يمس أشياء كبيرة ترى في المجتمع. وهذا الموضوع للأسف ساكتين عنه الدولة، أول شيء ساكتة عنه الحكومة، وطبعا ما حد يبي يتكلم عنه لا في مجلس ولا في الحكومة ولا الرأي العام، حتى لما الإعلام يثيرها الكل بعدين يحجم ويسكت. تدرون ليش؟ لأن في ناس تظن أن هذا دين ولا تقربوا منه، هذه عقيدة، هذا دين، هذه شريعتنا، ما حد لحق أن يختلف منها. صوروا الأمر كأنها مساجد لحد يقرب منها، كأن قرآن لحد يقرب منها، مع أن راح نعرف أن القضية أخطر من هذا بكثير. في كثير من الأحيان هو استغلال للدين، وضع حالة من الدين أمام الناس علشان لحد يقرب منه. كل إنسان يمرض، طبيعة البشر كلهم، لو كانوا أنبياء لو كانوا رسل يمرضون، المرض طبيعي. والأمراض لأن الإنسان مركب من جسد وروح، يعني جسد ونفس، فلهذا الأمراض صارت نوعين، طبيعي لأن هذا الإنسان في أمراض جسدية عضوية وفي أمراض نفسية، هذا طبيعي لأن الإنسان إما نفسه اللي تمرض ولا جسد الذي يمرض. الجسد إذا مرض معروفة المستشفيات، الجراحة، الأدوية، العلاجات، هذه كلها معروفة، حتى هناك طب يسمى طب نبوي ذكرت فيها بعض يعني الأطعمة وغيرها التي تعالج هذا، هذا كله جائز، هذا يسمى الطب العضوي أو البشري المعروف اليوم الناس تدرسه. في مرض ثاني أمراض تسمى أمراض نفسية، هذه الأمراض النفسية أغلب الناس ما يعترفون فيها، لما تقول أروح عن طبيب نفسي شنو أنا مجنون؟ ما يفهم، على بال الطب النفسي فقط للمجانين، لأنه مو عارف شنو أصلا الطب النفسي. الطبيب النفسي أصلا يخلص 7 سنوات طب بشري بعدين يدرس طب نفسي يتخصص، فهو عارف الطب البشري أصلا بعدين يتخصص في الطب النفسي. وأمراض النفسية مثل الأمراض العضوية لا حصر لها أصلا، وكل مرة تطلع أمراض جديدة أصلا، وهي أصعب من الأمراض العضوية لأن تتعامل مع نفس ما تتعامل مع جسد. المهم من الأمراض النفسية التي تتعلق بالنفس ما يسمى بالسحر والمس والعين وبعض هذه الأمراض التي ترتبط أحيانا حتى مع الجن، مو دائما، أحيانا ترتبط مع الجن، والجن خلق خلقهم الله عز وجل ولا ينكر هذا الخلق أحد مسلم، ما في مسلم ينكر خلق الجن، بل نزلت سورة كاملة باسم الجن. احنا نتكلم عن هذه الأمراض بالذات الحين، خلونا نتكلم عن أمراض اللي قد يصاب بها الإنسان، سحر، مس، عين. هذه الآن تنتشر اليوم في دول إسلامية وبالذات يعني دولنا للأسف بشكل رهيب، حتى الآن صار في دول معروفة أن هذه الدولة معروفة بالسحر، بل في دول تتوارث السحر أبا عن جد. صار اليوم السحر، أنا ما أنكر انتشاره ولا أنكر وجوده، السحر حقيقة وموجود وفي ناس تتكسب من ورائه وتتعمد الإضرار بالبشر من طريق السحر، لكن اليوم للأسف كل الأمراض النفسية حصروها الناس بهذه الثلاث، ما في مرض نفسي إلا سحر أو عين أو مس. لو الإنسان مكتئب لازم يقرون عليك، ترى أنت يمكن فيك عين. لو الوحدة بينها وبين زوجها مشاكل، مرات لا هي أمراض نفسية ولا شيء، مشاكل اجتماعية، زادت المشاكل بينها وبين زوجها، أكيد وحدة مسويت لك سحر. وحدة طقت كم باب وما توظفت، أو راحت تبي تدرس هني تسكر الباب وهني ما صار وهني ما صار، أنت فيك عين. وحدة ما جابت عيال سنة سنتين ثلاثة، ترى مسوي لك سحر. احنا ما ننكر السحر، واحيانا يصير هذه بعض اضرارها احيانا، لكن اليوم عند الامه للاسف
الأمة الإسلامية، كل عرض من هذه الأعراض لو تبوني أكمل صار حتى الصداع اليوم صار مس، صار عوار البطن المغص سحر، صار الواحد لما أي شيء أي شيء صار عين سحر مس. كل مشاكلنا اليوم اجتماعية، أمراض عضوية، أمراض نفسية، كل شيء اليوم صار مس أو سحر أو عين. أنا ما بأنكر هذه الثلاث، هي موجودة باختلاف أشكالها، قد تختلف في الشكل، شلون يكون السحر وشلون يكون المس، شلون تكون العين، هذه قد تختلف فيها. لكن السؤال ليش اليوم كل عقبة كل مشكلة؟ والسؤال الأهم اللي راح نجاوب عنه اليوم في الحلقة بكل صراحة، اليوم راح نتكلم، اليوم راح نكشف كل شيء، وخلونا نصير شفافين وخل نأتي بالأدلة الشرعية ونحطها بمكانها. ليش يا جماعة أكثر هذه الأمراض الثلاث 90% عند منه؟ عند الحريم. يعني الجن ما تعرف الرجال بس شغالة على الحريم؟ يعني السحر ما يركب إلا على حرمة؟ ليش الرجال، ليش بيوت الرقية الشرعية ما تسمى البيوت الرقية الشرعية؟ وراح أتي بالفتاوى اليوم الشرعية من اللجنة الدائمة للإفتاء، وزارة الأوقاف الكويتية، وغيرها من الجهات المعتمدة في قضايا الرقية الشرعية، بأتي اليوم بالأدلة. السؤال هذه البيوت هل هي شرعية؟ والسؤال ليش فقط الحريم 99% من رواد هذه البيوت حريم، يمكن 1% رجال؟ ليش؟ شنو السر؟ وهل كل واحد اليوم مهيئ أن يتولى باب الرقية الشرعية؟ وإلا الأصل قبل ما يبدأ التقرير اللي بتشوفونه تقرير حقيقي، للأسف للأسف أنا أقول تقرير حقيقي، هل هذه الصورة اليوم اللي قاعدة تصير في بعض البيوت، مو الكل، في بعضهم جزاه الله خير ما عنده شيء، تينا في المسجد قرأ عليك ومع السلامة، إذا كان عنده وقت أصلا تيب له ماي قال لك اقرأ عليه قرأ عليه والله يوفقك، الله الشافي الله مو أنا يقول لك، هو بس يقرأ قرآن. الأصل هل هذه البيوت شرعية؟ وهل في ناس مخصصين للرقية؟ هل هذا في ديننا أن في فلان راقي والبقية ما يرقون؟ طيب ليش الصحابة ما كان عندهم بعض الرقات؟ ولا الجن ما كانت موجودة في التابعين وتابع التابعين؟ ليش ما صار في بيوت هناك؟ هل احنا السحر عندنا وما كان عندهم السحر؟ ولا الجن كانت عندنا والجن ما عندهم؟ ولا العين؟ يا جماعة أسئلة ترى كلها محيرة. انت يا شيخ شنو تبي تنفي؟ لا ما بي أنفي. تبي تقول كل راقي فيه؟ لا، من يقول؟ في رقات يخافون الله. طيب هالتصرفات هذه اللي راح تشوفونها بعد شوي في التقرير، هذه أشياء للأسف ما أنزل الله بها من سلطان. راح تشوفون بعض المناظر وللأسف هم اللي مطلعينها، مو احنا اللي يعني صورناها وطلعناها وفضحنا الناس، هم مصورينها وناشرينها على بنا، يعني احنا نقدر على الجن وحنا نصرع الجن وحنا نوقف أمام الجن. كل ما ستسمعونه في هذه الحلقة ضوابط، راح نبين لكم شنو الأشياء الغلط وشنو الأشياء الصح، وبعدين بنوجه رسالة لمجلس الأمة الكويتي والحكومة الكويتية ولكل إنسان مريض أو مريضة، شنو الواجب علينا أن نسويه. وراح أضرب لكم مثال دولة خليجية نجحت في القضاء على هذه الظاهرة ونظمتها ورتبتها علشان مو كل واحد يدش هذا السوق ويتكسب من وراء المرضى والناس المساكين الضعفاء. هنشوف التقرير اللي ما أنصح أي طفل صغير يشوفه أو إنسان قلبه ضعيف أنه يشوفه، لكن هذه كلها ليست، أنا أقول لك مرة ثانية، لا دليل عليها وليست أصلا من الدين، وللأسف للأسف موجودة أكثر ما تكون في بلاد المسلمين. هنشوف التقرير. بسم الله أرقيك، الله يشفيك. الرقية الشرعية آيات من كتاب الله يقرأها على نفسه من يظن أنه مصاب بشيء ما، وتكون سببا بإذن الله لشفائه. إلا أن الوضع تغير عند كثير من الناس، وأصبح تعلقهم بمن يمارس هذه المهنة بدلا من تعلقهم بكتاب الله، وقد ترتب على ذلك العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية وفي بعض الأحيان الأخلاقية، لا سيما حينما يكون قوامها فتنتي الدنيا، المال والنساء. Ай, 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 ай
ومن هنا كان لزاما أن تكون هذه الأماكن تحت الرقابة حتى لا يعبث بها ضعاف النفوس. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، 70,000 هذا اللي يدخلون الجنة على طول. ثم ذكر أوصافهم بأنهم لا يسترقون. جاء في يعني في هذه الرواية لما أظن في صحيح مسلم قال لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم. هذا هو الأصل، الأصل الإنسان لما يشعر بأنه بحاجة للرقية ما يذهب لإنسان يقول له اقرأ علي، هذا الأصل. ويجوز وقت الحاجة للإنسان مو قادر يقرأ على نفسه، لكن أغلب الذين يذهبون إلى شيخ ليقرأ عليهم هو قادر يقرأ أذكاره، قادر يقرأ القرآن. شنو الرقية؟ الرقية أنك تقرأ آيات من القرآن وأحاديث أدعية جاءت في السنة النبوية وتدعو الله عز وجل أن يشفيك. هي فقط يعني آيات وأحاديث كل واحد متوفر عنده. طيب أنت الذي تقرأ، وأنت تقرأ نيتك أن يشفيك الله عز وجل، أنت دعائك ما رح يوصل والشيخ الفلاني دعاء رح يوصل، ليش إن شاء الله؟ شو اللي بينك وبين رب العالمين ما تدعوه؟ ليش تذهبين إلى الشيخ الفلاني يقرأ عليك؟ أنت مو قادر تقرأ القرآن؟ تقول لي بعض الأخوات تقول لي لا أنا ما أقدر أقرأ على نفسي فلهذا الشيخ أخلي هو. طيب مثلا مو قادر تقرأ على نفسك، ما في أحد في البيت يقرأ عليك القرآن؟ كلها الفاتحة، الفاتحة من أعظم السور التي يعني إن نواها الإنسان وهو يقرأ أن يشفيه الله عز وجل شفاه، حتى تسمى الشافية أصلا. من هو محافظ الفاتحة في بيتك؟ الزوج محافظ يقرأ عليك، الأب، الأخ، الأم، واحد من العيال الكبار يقرأ عليك سورة الفاتحة. هل تعلمون أن أقرب الناس لنا لما يقرأ علينا نيته وإخلاصه وتأثره بالقراءة أكثر من كل الرقاة يمكن؟ ليش؟ لأن الراقي ذاك راح يقرأ في اليوم على 50-60 واحد أو واحدة. طيب وبعدين كثرة القراءة كل يوم تفقد حتى الشعور أحيانا بالحاجة والاضطرار والإخلاص وغيره، لأنه بس قاعد يقرأ قاعد يقرأ قاعد يقرأ. وصل فيهم الحال بعض الناس أنه ما يقرأ، وصل فيهم الحال بعض الناس أنه يحط مسجل وبس من كثر ما تعب. طيب أخوك لما يقرأ عليك ولا الزوج ولا الأب ولا الأم أفضل ولا ذاك اللي حاط له مسجل في بيت الرقية الشرعية؟ راح أقول لكم ليش أصلا وجدت هذه البيوت. أنا ما بيتهم الجميع، أنا قاعد أقول لكم بعضهم، القلة القليلة اللي ما شاء الله عليه لا زال ماشي على الصح، ما ابتدع بدع كثيرة، ما دخل خرافات اليوم في الرقية الشرعية، ما قام يستغل الناس ماديا، ما دخلوا إلى الأعراض وانتهكوها. هذا القلة اللي الحمد لله لا زال ما وقع في هذه الأمور. راح نبين في هذه الحلقة الصح من الغلط، وش نسوي لما الواحد نحس في أن بعض الأعراض وقعت فيه، شو يسوي، أين يلجأ. خلكم ويانا في هذه الحلقة لكن بعد الفاصل. ثلاث أشياء خطيرة دخلت في هذه البيوت التي تسمى بيوت الرقية الشرعية. أول شيء استغلال حاجة الناس، طبعا الناس محتاجة، الناس في النهاية رايحة هناك لأنها طايحة، لأن الولد قاعد ينصرع، لأن المرأة قاعدة تكره زوجها، لأن ما يابت عيال، لأن الناس محتاجة. استغلال حاجة الناس وفتح هذه البيوت في البداية الدخول مجاني، لكن وانت طالع اشتر لك كرتونين ماي صحة، ثلاث بطول زيت زيتون، اليوم دخلت فيها العسل وكريمات
وبعض المستحضرات والبودرة وأشياء غريبة عجيبة. وشوف كم يدفع 60-70 دينار 100 دينار علشان شنو؟ علشان أغراض ما تسوى يمكن 10 دنانير. هذه المبالغ الفاحشة اللي قاعد تدفع. لا والغريب إنه لازم تجيني كل أسبوع وتشتري مرة ثانية وتجيني كل كم يوم وتراجع. يا جماعة بعض البيوت صار مجرد الدخول 5 دنانير، تصدقون ولا لا؟ 5 دنانير علشان شنو؟ عشان تقرأ عليه شوية من القرآن. وأنا ما أقول ما يجوز الواحد يأخذ على الرقية شيء لو تعب، لو شفاه الله عز وجل على يديك وبعدين أعطاك أي شيء، لا بأس، هذه مكافأة لعملك وجهدك. لكن اليوم اللي قاعد يصير يقنعون أغلب الناس، ترى أنتم مسحورين، ترى أنتم فيكم جن، ترى أنتم فيكم مس، وما لكم حل إلا هالبيت. هالبيت تجيونه وتدفع فلوس في الدخول، وبالطلعة تدفع 50-60-70-100 دينار بعضهم. طيب وبعدين؟ بعدين ترى أغلب العلاج اللي قاعد يصير أول عن طريق الإيحاء، يوحي إليه أول شيء إنه مريض ويوحي إليه إنه عالجه. يمكن بعض الرقاة ما يعرف شنو اسمه، شيء اسمه إيحاء، وما درس علم النفس ولا يفهم الإيحاء، لكن قاعد يمارسه من حيث لا يشعر، قاعد يمارس الإيحاء من حيث لا يشعر. شنو ما يا جماعة؟ شوف الاستغلال المادي. شنو ماي؟ انا ادش غرفة فيها تقريبا 600-700 بطل ماي صحة مفتوح، شنو 100 فلس ترى سعر البطل الماي صحة. ادخل الغرفة وانا قاري قرآن شوية داخل، انفخ نفخة واحدة على الغرفة هذه كلها، هل 500 هل 600 هل 1000 بطل صحة، زجاجة صحة، هذه ماي صحة، هل 1000 يعني بقدرة الله فجأة تصير شنو؟ تصير دينار، 10 أضعاف سعرها. عشان شنو؟ عشان نفخة من ذلك الشيخ. يا جماعة مو كذي القراءة على الماي. بعضهم وصلت فيه الأمور أنه يروح فوق بالتانك يقرأ عشان بس يعبون الماي والناس تصدق. الناس في النهاية ضعفاء دين وضعفاء عقل ومساكين نفوس محطمة، وتبي تتعلق بأي شيء أغلبهم حريم. مو مستعدة تقط 100 دينار، أقط 500 دينار بس خل ولدي يصير زين، أقط 1000 دينار بس خلي تعالج. وأنا أحيانا كلمتين، وأنا جربت مع بعض النساء أنصحها نصيحة بالإيحاء، أنت زينة ترى ما فيك شيء، وصير زينة ما فيها شيء. ما له داعي يا جماعة نضحك على الناس ونستغل حاجتهم ونطلع مبالغ ضخمة. هذا أول شيء، الفلوس فتنة. أنا ما أقول الكل، لا مو الكل، بعضهم أصلا يقرأ ويأخذ فلس، مو حرام تأخذ، لكن تأخذ بعد ما يشفي الله المريض على إيدك، أنت تكون سبب لشفائه ثم بقدر، ما تستغله لحاجته. 2، في فترة ثانية، في فترة ثانية اسمها فترة النساء، لما الشخص يقرأ على وحدة وكل مرة تجي له نفس الوحدة، وأحيانا لما تطيح وتنصرع تكشف حتى حجابها، تكشف حتى ملابسها أحيانا، لا والأخطر أنه يحط إيده عليها، وأحيانا يمسكها يثبتها، وأحيانا يضع يده في بعض الأماكن. من سمح لك؟ من أجاز لك؟ كل الفتاوى اللي عندنا ما تجيز هذا الأمر. أما أنك تستغل هذه الحاجة، يا أخي واحدة جاتك مريضة قل لها هذه رقية شرعية، خل زوجك يقرأ عليك والله يشافيك إن شاء الله. آيات القرآن كلها فيها بركة، أي آية من القرآن خلي يقرأ القرآن وانت جالسة تسمعين كتاب الله تدبرينه، تحسين براحة نفسية، تشفين بإذن الله عز وجل. أما أنك ماسكها وزانطها وسادحها وراكب بعد عليها، واقف حاط رجلك عليها، ليش إن شاء الله؟ من أجاز لك هذا كله؟ وشوفوا الآن المشاكل الأخلاقية اللي قاعدة تصير. أنا ما ألوم البعض، لأن المرأة أحيانا هي السبب اللي قاعدة تيجي وتقط نفسها عند هذا الرجل، تعال اقرأ علي. أنا ألوم الزوج، يا أخي ما يصير زوجتك أسبوعيا رايحة بيت ولا متى إن شاء الله؟ شو الجن اللي ما يلقى ملاقي في الديرة غير زوجتك؟ طلع واحد تقول له لا، قاس عليها بعد بعض الرقات، ترى هذاك الأول طلع بس دش فيك واحد ثاني. انت ايش دراك ان شاء الله انه طلع واحد ودش واحد ثاني؟ انت شنو شايف هويته ولا شايف شكله ولا تضحكون على منه؟ واحد مرة يقول لي جدتي يوم ماتت مسكينة تعبت كان فيها جن. قلت له ايه الله يرحمها، من قال لك انه فيها جن؟ قال لي مو بس جن واحد، كان فيها قبيلة كاملة. والله هذا حدثني واحد مسكين زعلان على جدته، ماتت والشيخ قايل له ان جدتك فيها قبيلة كاملة من الجن. يا جماعة بعض الكلمات ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة، تخرصات من أناس وصدقوها ترى كثير من الناس. الأخطر الثالث، فتنة فلوس، فتنة حريم.
الأخطر الفتنة الثالثة، بعض الرقاة صار هو الممسوس. شو الكلام شيخ ايش قاعد تقول؟ ايه بعض الرقاة اليوم هو يحتاج من يقرأ عليه ترى. متأكد؟ ايه متأكد. بعض الرقاة قام يستعين بالجن، بعض الرقاة هو اللي الله يعينه من يصلح عقيدته من 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 علم دينه. بعض الرقاة قاعد يتعامل بالشعوذة اليوم باسم الرقية الشرعية ويقول لها غمضي عينك راح أقرأ عليك الحين وراح تشوفين شيء وانت مغمضة. شنو أشوف؟ راح تشوفين اللي ساحرك، راح تشوفين اللي مسويت لك العمل، راح تشوفين شيء. بس قولي لي ايش قاعدة تشوفين؟ وقف وقف، انت وين رايح؟ ايش قاعد تسوي؟ انت قاعد تتعامل مع الجن؟ لا أكثر من هذا. واحد يقول جبت راقي معروف زوجتي في المستشفى عشان يقرأ عليها، لما جاي يقرأ عليها اتصل تليفون ويسأل واحد بالتليفون عن زوجتي شنو فيها؟ أنا ويني أول شيء يقول له؟ أنت في، قال له أنت في مستشفى الفلاني. قال طيب اللي قدامي شنو فيها؟ يقول سألته قلت له شيخ منو تكلم؟ قال أكلم واحد في جن، الجن اللي فيه قاعد، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يا جماعة اللي قاعد يسوونه بعض الرقاة، ما أعمم، بعض الرقاة اللي قاعدين يسوونه ترى شعوذة. أنتم انحشتوا من السحرة طحتوا بسحرة ثانين، والمصيبة أن هذيل السحرة باسم الدين، هذا أخطر. ذاك الساحر ما يقول لك باسم الدين، لكن لما يأتي واحد باسم الدين قاعد يذبح الجني بإبرة ويربطه بحبل، يربط الجني وقاعد يكلمه ويسأله وقاعد يسولف مع الجن وقاعد يتعامل مع القرين وقاعد يتعامل بالطلاسم والشعوذة وباسم الدين، كل هذا حرام عليكم. هذه الرقية الشرعية تدي سويته في الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية يا جماعة ترى في النهاية الإنسان لما يحس بتعب، والله لو صداع عادي، لو فيني مغص عادي، لو فيني ألم بالرجل عادي، أي ألم حتى لو ألم عضوي، أدعو الله عز وجل اللهم رب الناس أذهب الباس، وش فيها أنت الشافي؟ لا شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ترى هذه الرقية، الرقية دعاء، الرقية والله ولدي حاس بتعب مريض في حرارة ما يخالف أحط يدي على راسه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقرأ الفاتحة 7 مرات يشفيه الله، وعيدك بكلمات الله التامة من كل شيء. بس هذه الرقية اليوم اللي قاعد يصير ترى كل أكثر 90% مو رقية، 90% تجارة، لعب بالأعراض. بعضهم ما أعمم أنا، بعضهم شرفاء لكن بعضهم يلعب بالأعراض. يا جماعة بعضهم استغنى صار مليونير، يا جماعة دخلوا من الدين ما ليس من، شعوذة وضحك وطق وكهرباء وكل هذا يسمونه رقية شرعية. هذا ليست رقية شرعية، هذا دجل للأسف باسم الشريعة. خشوف أول اتصال معنا في الحلقة. ألو، السلام عليكم. حياك الله معنا أخ حسين. جزاك الله خير يا شيخ على فتح الموضوع هذا. تفضل. وأنا شيخ والله شاهدت يعني عينتين من اللي ذكرت وكلهم قريبين من بيتنا يعني منطقة الفردوس. نعم. واحد يا شيخ يعني أوقات حضور النساء عنده آخر الليل ومرات الظهر رقية. آخر الليل يعني إيش تقصد؟ يعني تخيل يا شيخ إنه تقريبا يعني الساعة 11-12 يعني واحدة من الخواتي ذكرت لنا إن في بعض النساء تكون كاشخة بينتها بعرس مثلا وتجيها وسوسة، يعني توسوس إنها جتها عين أو واحدة احتدتها فتروح مباشرة تتصل على الشيخ وتروح له. يعني كامل زينتها. أنا بهالكلام هذا يسمعونه نوابنا في مجلس الأمة ووزارة التجارة ووزارة الصحة، هل هذا تسمحون فيه الساعة 12 بالليل رايحة على أبونا راقي شرعي؟ تفضل بعد، تفضل. الشغل الثاني يا شيخ، عنده واحد يعني يشتغل الصبح تكسي من إحدى الجنسيات العربية. زين يا شيخ هذا يعني ما كان يصلي ويانا كلش، فجأة صار شيخ دين يقرأ وياه. بعد مدة اكتشفنا انه استعمل الشعوذة وتسبب السحر، يعني حتى واحد زميله من جنسيته سواق تاكسي لا يصلي ولا شيء فجأة صار شيخ دين وصار راقي. صار شيخ اكيد بعد يطلع ملايين من وراها. الشغله الثانيه اختلف ويا هالشخص هذا يا شيخ زين على المبلغ هذا يعطيه 300 هو يبي 600 دينار فاختلف وقام يتكلم عنه يقول هذا اصلا مو رقية هذا اصلا وكر يعني ها اختلفوا في توزيع الفلوس فتهاوشوا كل واحد قاعد يضحك الثاني طبيعي. يعني قال هذا يعني قال هذه الكلمه هذه قال هذا وكر مو مكان رقية. نعم نعم. قال بعض النساء كان تجينا فيها فورون نقول فيك السحر. نعم. يعني بعض النساء يكون فيها طال عمرك يعني وسوسه نقول انت في الجن اللي اكثر يعني عشان يقول انت مسحوره نطلع السحر منك ب 500 دينار.
كم ياخذ؟ ياخذ 50 دينار عشان يطلع السحر منها. اشكرك اخ حسين شكر جزيل. انا مضطر اني اوقف لان عندنا بريك، راح ايضا نتكلم وفي عندي تقرير مؤسف مؤلم مزعج صراحة. الاخت طبعا مغيرين صوتها ومغطين وجهها، راح تتكلم عن كارثة صارت في بيت، مو مأساة، كارثة بسبب بعض الرقاة، وراح تسمعون ان ادت هذه الكارثة الى موت ناس وعائلة تدمرت وأسرة راحت، والسبب منه؟ السبب بعض الرقاة الجهلة. أنا ما عمم، في ناس أقول لكم ما عندهم إلا قال الله وقال الرسول، دعاء قرآن مع السلامة، ويعلمك أصلا شلون تقرأ على نفسك. أنا أتكلم عن أغلب اليوم المتكسبين، ورسالتي الأولى لوزير الأوقاف الكويتي، ترى الملف عندك من زمان، عندكم في وزارة الأوقاف الملف كامل. بتقولوا شو نسوي؟ بقول لكم دولة خليجية شنو سوت. وزارة الأوقاف مع وزارة الصحة تكفلت في الموضوع في إغلاقه نهائيا، وفتحه فقط في بعض المجالات، حالات ضرورية وبضوابط شرعية. بعد الفاصل راح نبين شنو مسؤولية مجلس الأمة والحكومة ودور المواطنين، لازم نوعيهم لأن هذا باب شر كبير لازم يغلق. خلكم ويانا بعد الفاصل. أعيد وأكرر، أنا لا أنكر السحر، السحر من ينكره ينكر القرآن والعياذ بالله، ولا ننكر المس لأنه جاء أيضا نصا بالقرآن، ولا ننكر وجود الجن بل العين حق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ننكر التجاوزات في قضية الرقية الشرعية واستغلال حاجة الناس في هذه المواضيع، وننكر أيضا كل ألم كل مرض كل هم لبسناه هذه الأشياء. هذا الجهل الذي قاعد ينتشر في الأمة اليوم لدرجة أن مرة واحد يقول حق راقي، يقول أنا أحس دائما بألم في بطني، دائما أحس بألم، قال لي هذا الجن لأنه يسكن في البطن. كل شيء أحس بصداع دائما العصر، إلى أن هذا الجن هذا وقته. كل شيء خلوه جن، كل شيء خلوه مس، كل شيء خلوه سحر، هذا ننكره جملة وتفصيلا. لا تلعبون على الناس، نعم في مس، لكن هي حالات نادرة، قد يعني نختلف حتى في تكييف المس أصلا، لأن المس جاء في 3 ألفاظ في القرآن، مو وقت الآن نتكلم عن ما حقيقة المس وكيف يمس الجن الإنس، هذا موضوع ثاني نختلف فيه في تصويره وفي حقيقته، لكن المس ثابت بالقرآن. لكن أنا أتكلم اليوم عن التجاوزات اللي لازم نوقفها. الحل عندي في الفقرة الأخيرة راح أقوله، والمسؤول عن الحل مجلس الأمة، وزارة الأوقاف ووزارة الصحة، هالوزارتين لازم يقعدون يشكلون لجنة يحلون الموضوع، لأن الأمر تجاوز عن حده كثيرا. وراح أذكر لكم تجربة قبل التجربة، شوف التقرير لهذه الأخت، طبعا مغيرين صوتها، ما حد راح يعرف الصوت ولا الوجه، لكن للأسف شوفوا الكارثة اللي صارت عندهم، والسبب من جهل بعض الرقاة واستخدامهم للشعوذة اللي قلت لكم عنها قبل شوي، وهذه الطريقة التي أوقعت الخلاف والشقاق في بعض الأسر، ويظنون أنهم بهذا اطلعوا على الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. خلينا نشوف التقرير. أنا كنت عايشة سعيدة بأتم السعادة مع زوجي الله يرحمه الحين ومع عيالي، يعني ما أمدح نفسي إني أنا حبيبة يحبوني أهل زوجي وأحبهم وأزورهم، يعني اختصار الكلام اللي بعد ما تزوج حماي يعني الله يستر عليها تزوج وحدة، هي بنت ناس محترمة وثقيلة وكانت تقعد معنا، فجأة كذي قام اطيح، جاتني اخبار عنها ان هي قام اطيح يغمى عليها، نتحمد لها بالسلامة عسى ما شر، ايش فيك يا يمه عسى ما شر، والله ما فيني شيء، يقولوا لي انت محسودة انت فيك عين ما ادري شنو. فجأة لقينا انها مسحورة، بعد ما قامت تروح تراجع وين انا احسب الطبيب، طبعا هي كانت تروح عند الرقية، هذه اي رقية؟ رقية شرعية. قالت انت اللي يعني تهموني اني انا اللي مسويت لها سحر، وهي كلها طيح بسبتي.
انزين قام تروح تراجع تروح تي تروح تي على هذه الرقية. يقولوا اللي انا يعني عرفته منهم انه يقولون لها منو اللي ببالك انت شاكه منو؟ شاكه مرت حماي مسويت لي سحر. ثبتوا لها شيء او ما ثبتوا لها شيء بناء على ما هي حطتني انا ببالها، وانتم يعني ليش تثبتونه؟ هذه واحدة جايتكم تقول لكم انا مسحوره، هي كيف علمت الغيب ان هي مسحوره؟ هي شلون علمت؟ يمكن اغماء، يمكن دم ما يوصل لاكسجين او كذا. راحت ثبتوا لها ان مرت حماها اللي هي انا سويت لها سحر. اخذي صوره البقره، روحي البيت اقري، اقري وتخيلي تطلع لك صوره. انا اول مره بحياتي اشوف ان صوره البقره اللي يقراها يشوف صوره عدوه. لو كان كذي كان الكل عرف عدوه. اذا هم قالي لها انت مسحوره هذه اول نقطه، هذا اكبر تاكيد. وثاني نقطه ان هي تقول لهم انا شاكه مرت حماي، اي هذه اللي مسويت لك هي السحر، اي هي اللي مسويت لك السحر. بعد هي تاكد لهم تاكد لهم ولا سوقهم يضيع؟ اذا بيقول لك روح خلاص ما فيك شيء، ايش حق فاتشين المبنى؟ ليش فاتشين وقاعدين؟ ما عشان روحوا تعالوا علينا. ومن اللي ينظلم؟ ينظلم مثالي. ويا زوجتي كم مره تهاوش مع زوجي، الزم حدودك انت وزوجتك، انت وزوجتك. يعني كانت بالبدايه احنا ماخذينها على الموضوع انه صغير، كذي فجاه الموضوع كبر كبر. بعدين ايوه وفي يوم من الايام يعني يبون يتفاهمون ويتهاوشون نفس اللحظه، طلع ولدي الصغير طبعا عمره الله يخلي لي 17 طلع برا وتهاوشوا معاه. الحين انتوا اللي عايش كبركم ايش تهاوشوا مع هذا يا اهل؟ تطعنون بسجينه يعني البيت مطعون، طاحي قدامي بالارض مطعون. لما يا ابوي يشوفه بدل ما ابوي يشيله هو اغمى عليه، هاري مو اغمى طلعت له الجلطه. حسبي الله عليك ونعم الوكيل. بعدين يعني القصه هذه كبرت كبرت حيل كبرت، الكل قام يعرف اني انا زيت لها سحر، انا زيت لها بلاء. حتى زوج بنتي برايق منها، اهلك سوون سحر، شوف امك سوت، امك سوت طلقها. الحين انت اللي تفهم، لو انا كنت اسوي سحر حق هذا كان سويت لك انت سحر وما خلتك تطلق بنتي. هذه طلقت مني وانا كنت بعد حاشت الجلطه الثانيه. وحشت الجلطه الثالثه من الفضيحه. بيتي انا اتدمر، انزين زوجي جلطت، ولدي طعن، بنتي طلقت، واهل زوجي وزوجي نفس زوج بنتي ما تدمر بيته انه هو طلق زوجته. شوفوا وين وصل الدمار. لف العوائل والله يعلم بعد كم عائله ما الليل عايشه معاهم بالوهم. شنو السحر اللي ما يخلص؟ لو كان صحيح انتوا كنتوا صحيح اصحاب الرقيه بتعرفون هذا السحر، ليش ما شافيتوها؟ ليش؟ ليش ما شافيتوها؟ ليش ما عطيتوا الدليل اللي انا سويت له السحر؟ وقعنا كلها خمس شوطات لما توفى. باختصار طبعا أسرة كلها تدمرت، والسبب أن الرقاة أو الراقي الشرعي فهم هذا المريضة ترى اللي ساحرتك فلانة اللي مدمرة حياتك. طيب ايش دليلك؟ لأنك لما تغمضين عينك أو تقرين تتخيلينها. طيب أكيد راح تتخيلها لان اصلا هي حاطه في بالها ان فلانه، يعني هذا طبيعي. ترى اقول حق اي واحد انت تحلم حتى في الحلم، ترى مرات الانسان يشوف واحد انه قاعد يسوي له شيء لانه قاعد يتخيل، هو حاط في باله ان فلان عدو لي، فلان هو اللي بيأذيني، فلان، فهو دائما راح يتخيله، طبيعي هذا. فاقنع هذا الراقي اهلها، تبون بنتكم تصير زينه وقفوا فلانه عند حدها. طيب هذه تقول يا جماعة والله ما سويت شيء، والله ما لي علاقة، أقسم لكم بالله مسكوا ولدها طعنوه، الأبو مات، بنتها طلقوها وهي الحين يلحقونها، كل هذا علشان شنو؟ عشان واحد راقي في النهاية ترى لازم يتحمل قانونا، ما أدري عن المحامين لازم يتكلمون، هل هذا الراقي يتحمل هذه الجرائم اللي صارت ولا ما يتحمل؟ والناس اللي ماتت والناس اللي تدمرت بيوتها وكل هذا كان زين على دليل، كله يا جماعة أوهام وشياطين قاعدة تضحك عليهم وهم بالأسف كل هذا باسم الرقية الشرعية. هذه رقية لا شرعية واتهام الناس بلا دليل. معنا اتصال الأخت عائشة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. حياك الله.
صراحة طرح جيد وبرنامج جيد وناجح بكل حذاريفه، ويا ليت من زمان يعني مسوين هالخطوة الجريئة عشان هالذئاب اللي لابسين ثياب خلي الناس تعرف وتشوف. ايش قصدك؟ ايش قصدك ذئاب؟ ليش سميتيهم ذئاب؟ ذئاب لأن غاب عنهم الدين، غاب عنهم يعني كل قيم، غاب عنهم طبعا القبلية. البعض احنا عفوا اخت عائشة ما نبي نعمم، هذا البعض. نعم البعض، ولكن هم الأكثر أغلبية، ترى هم الأكثرية، يعني خلينا نكون في مصداقية في القول، هم الأكثرية. الناس اللي تنعد على الأصابع هم الجيدين فقط. لكن أنا بطرح قضيتي بشكل مختصر عشان وقت البرنامج. أنا تعرفت إلى تحرش يعني أشبه باغتصاب، خليني أقول أشبه باغتصاب. أنا بال2007 عانيت من مرض قال الشقيقة، ما خليت لا طب ولا طبيب ولا دكتور وزرته، لين وحدة من يعني رفيجاتي قالت لي لا الجي إلى كلام الله في مطاوعة، والمرض هذا أكثر يعني يشفى بالقرآن، واتجهت له في مقر، ممكن أقول المنطقة؟ لا لا بدون منطقة أحسن، تفضلي. اتجهت له في بيته، هو طبعا عنده مقر للرقية الشرعية، وتفاجأت أول ما قعدت قال لي زوجك وين؟ قلت له أنا زوجي يدرس برا يعني في دولة برا. قال لي معاك محرم؟ قلت له أخوي بالسيارة بس معاي مرت أخوي. أنا استغربت من سؤاله، يعني أنت إنسان قاعد تعالج بالقرآن، يعني قاعد ليش قاعد تسأل في التفاصيل أكثر ما إنه يعني قاعد يسأل عن مرضي أو عن شكواي؟ فقال لي أنا لازم أقرأ عليك لمدة طويلة، وما أقرأ عليك على العموم، أنا أخذك في غرفة خاصة عندي وأقرأ عليك بروحك بدون مرتخوت. قلت له ليش؟ قال لي لأن أنت حالتك عسرة وخاف المرض يعني اللي فيك، الناس اللي فيك أوهمني إن أنا مريضة أو إن أنا يعني ممسوسة بالأحرى. طيب وخذتك في غرفة، أخوك كان معاك ولا لا؟ لا لا أخوي كان بالسيارة ينتظرنا برا. ليش ما دخلتي؟ لأن مخصص بس حق هو نفسه سألني، يعني قال لي هي اليوم بس مخصص للنساء ما يدخل معاك محرم، شوفي أختك مرت أخوك أي أحد، هو بنفسه يعني طلب إنه بس تكون يعني اللي طيب كملي تفضلي تفضلي عائشة كملي. تكون أختي أو مرت أخوي. المهم خذيتها وقال لي أنا ما راح أقرأ عليك قدامها، أنا باخذك في غرفة خاصة. وقام يقرأ فيها القرآن ويقرأ فيها الآيات القرآنية، وتفاجأت بعدين إنه قام يتحسس في أماكن. عفواً عائشة كنت بروحك وأنت وياه؟ نعم كنت بروحي. كملي. كنت بروحي أنا وياه. طيب. المهم قال لي أنا بسبحك بالماي المقري وبزيت اللوز المر وبعالجك. أرجو عدم ذكر التفاصيل أخت عائشة، يعني بشكل عام تكلمي إيه؟ يعني المختصر المفيد إنه تحرش فيني، أنا ما قدرت أتكلم ولا قدرت أقاوم غير إني قلت لو سمحت طلعني برا. ليش انت سمحتي اول شيء انك تدشين بروحك وياه؟ ليش سمحتي؟ انا وثقت في رجل يدعي الاسلام، رجل يدعي الدين، رجل على كلامه يعالج يعني، وكانت الناس يمدحون سيرته ويمدحونه وانه يعالج وانه يشفي وانه يقدر. بس انه عندك يعني خلي مدح الناس، يعني وصل لي هالمرحله وانت ليش كنت يعني ساكته؟ انا ما سكتت، انا من شفته يتحرش وهذا انا رفضت وقلت له افتح باب الغرفه وطلعني برا، فهو حيل كان خايف حزتها. طيب اشتكيتي؟ ما اسمع. اشتكيتي عليه؟ اي نعم قدمت شكوى حق الإدارة العامة. طيب وش صار على الشكوى؟ ويوم اشتكيتها طبعا كانوا الإخوان مشكورين ما قصروا بيض الله وجيههم، تعاونوا معانا وخذوا مني يعني خلاصة الحديث، وسكروا مقر فترة، الحين فاتح مرة ثانية مقر في منطقة ثانية جديدة. سكر مكان راح منطقة ثانية اي. نعم لأن فيها نعم. فلوس في النهاية فيها فلوس. لأنه هو يبحث عن الغلاء السريع. نعم. يبيع بأربعة والماء يبيع في عفوا أخت عائشة في بعد سالفة ثانية صارت ولا هذه هي؟ لا بس هذه هي، بس أنا عندي مناشدة بس. تفضلي. عندي مناشدة، وين أعضاء مجلس الأمة؟ وين وزير الداخلية؟ هالتعرف قاعد يصير قدام الملأ وقدام العموم، وينهم يعني ماسكين قضايا إنسانية؟ امسكوا مقرات الرؤية الشرعية دشوا عليهم شوفوا بعيونكم ايش قاعد يصير، يعني إذا أنا ضحية في غير ضحايا كل يوم قاعد يصير فيهم كذي. باكر بنتي باكر اختي اختك بنتك، يعني خل نكون شوي عندنا مصداقية، وانا اعضاء مجلس الامة وانا وزير الداخلية خلي يضرب بيد الحديد حق الفئة هذي، يعني احنا قاعد نتعرض بديرتنا ومكاننا وشرفنا قاعد يبتز قدامهم قدام الملأ، ولا حول ولا قوة ما نقدر نتكلم، كنا عرب كنا ندو كون كل وحدة تخاف على سمعتها، يعني انا اذكر كل خواتي واخواني والله ديروا بينكم وبين ابيات، والله ما بين ذياب لا ستياب، والله لا يمتون للدين بصله ويتكلمون بكلام ما انزل الله به من سلطان يدعون ابر الدين على انك تقرا ايه ما بين مسلم ورب واسطه، البنت اللي تقدر تقرا نفسها ترقي نفسها ترقي نفسها بنفسها، ما عندهم واسطه بينهم وبين الله، لهم يقدرون يسوون احنا نقدر نسويه،
كل وحدة تقدر تسوي، كل وحدة تقدر تقرأ قرآن وتشوي نفسها. هذين أبيض والله العظيم بياض يا أخواني، وأنا عندي مناقشة بسيطة بس حق وزير الداخلية، خلي يلتفت لهالنقطة، خلي يلتفت لمقرهم، خلي يشوف شنو قاعد يصير داخل بعضهم الخواتي اللي معاهم اللي يشغلون المراتب اللي متعاونات وياهم، بس واحد يقدر يتكلم، الناس كلها قاعد تخاف. نعم، أشكرك أخت عائشة شكر جزيل، وهذا اللي قلتيه ترى باختصار اللي احنا نبي نوصل له. مناشد الوزير الداخلية الله يحفظه، وأنا أعرف يعني غيرته وحرصه على هذه القضايا، وزير الأوقاف لازم يتدخل لأن هذه قضية تدخل في الدين بعد، وزارة الصحة أيضا لازم تتدخل لأن القضية علاج، شلون علاج بدون ترخيص وأدوية، وبعض الكريمات والعلاجات اللي قاعدة تنباع في هذه البيوت، يقول لي واحد في الجمارك يقول أنا مانع من الشيخ الفلاني اللي يقرأ مانع كراتين أدوية، وقلت له اتصلت عليه قلت له اتق الله هذه تسبب العقم، قاعد تعطيها للحريم تسبب العقم، عندنا إثباتات وأدلة علمية. قال لي مشها، قلت شنو أمشيها، ما تخافون الله في الأدوية اللي قاعدين تبيعونها على الناس المحتاجين هذيل الحريم؟ القضية مو بس أخلاقية ولا مالية حتى صحية، إذا لازم وزارة تجارة وزارة صحة وزارة داخلية وزارة أوقاف، الكل لازم يتعاون. وينكم يا مجلس الأمة إذا هذه المرأة مناشدتها لكم ما حركت فيكم الضمائر يا نوابنا المحترمين؟ متى راح تتحركون؟ إذا العرض وصلوا له، ترى أنا ما أعمم، وبعض الناس راح مسكين راح ينسحب عليه الكلام وهو بريء من هذا كله أنا أدري، لكن الأصل إذا كثر الشر لازم يصير فيه علاج عام. وراح أقول لكم بعد الفاصل شنو الحل المقترح يا حكومتنا الرشيدة ويا مجلس الأمة الموقر، وما راح أقول علاج نظري لا واقعي في إحدى الدول، خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. ليش الشريعة تحث أن الإنسان يقرأ على نفسه بنفسه، يحافظ على أذكار الصباح المساء، يقرأ شيء من القرآن كل يوم، أدعية النوم الاستيقاظ دخول الخلاء الخروج نزول المنزل، ليش هذه الأذكار علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش حتى لو أحسست بألم علمك شو تسوي؟ وليش علمنا أن نرتبط بكتاب الله وبذكر الله؟ ليش؟ عشان ما نحتاج لغيرنا من الناس، الواحد يرتبط مباشرة مع رب الناس. الإنسان لما يتوكل على الله حق التوكل ترى يحفظها الله عز وجل، احفظ الله يحفظك، بس هذه النتيجة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شنو قاعد يصير بالناس اليوم؟ روحوا يجيبوا الشيخ الفلاني في الديرة الفلانية والله يقصوا له تذكرة ويجيبونه فيرست كلاس يسكنونه بفندق بس علشان يقرأ على بنيتهم. الله، لهالدرجة لازم هذا الشيخ يصير واسطة بينكم بين الله؟ أنا ما أقول وقعنا بالشرك، لكن أحيانا اعتقاد الناس روح الشيخ الفلاني يتفل عليك تصيرين زينة، هذا وقعوا بالشرك بعد. شتفل هذه المباركة، شنفخة القضية، مو آيات ولا أحاديث ولا أدعية. في ناس يعتقدون اليوم بأشخاص، لا فلان أقوى من فلان، فلان قرأت، ما يقصدون ما يقرأ، وإلا أنا أقدر أقرأ وأبوي يقدر يقرأ علي، أمي تقرأ علي وينتهي الأمر. لكن يا جماعة اليوم صار خدش، ترى حتى في العقيدة والله حتى في التوكل على الله صار في خدش. عندنا اتصال من أم خالد، حياك الله أم خالد، تفضلي أم خالد معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. السلام عليكم، تعافي يا شيخ. الله يعافيك. الله يجزاك خير. شيخ الله عافيك، أنا صار لي 4 سنوات تعبانة يعني من نزل فيتي. نعم. اي شيخ تفضل يا ام خالد. وياك. من نزلت بيتي وانا تعبانه يعني على طول مريضه تعبانه طاحه، وكنت انا اول ما نزلت بيتي كنت حامل وولدت على نزل بيتي باربع اشهر، بس من اول ما نزلت ما كان فيني العافيه لا الحمد منه. بعدين بدات الامراض تدب في جسمي، تعب، اروح المستشفيات اسوي تحاليل اسوي شغلات كل ما فيني الا العافيه. يا شيخ كملي. بعدين خالد بسرعة لأن الوقت تفضل. أقرأ على نفسي لأن تعبت حيل وايد تعبت. نعم. إيه.
فاروح عند المشايخ، اللي يطلب 10 اللي يطلب 20 اللي يطلب هذا، فانا ما همني الفلوس الحين، اللي يطلب هذا ولا هذا، بس ابي يعني تبين تتخلصين بس. نعم نعم صح. اي يعني ابي ابي اصير زين يعني ان شاء الله فعلا. نعم. يعني يقرا علي باليوم هذا مثلا اصير زينه مده هاليومين زين ويرد ابي علي. شيخ لما كنت تقول مثلا يعني زوجك او مثلا اخوك او مثلا بناتك او اي احد يقرا عليك، لما اطلب انا منهم ما كان يقرون علي، انا كان يجيني تعب غيب، ولا الحمد لله انا من نوع يعني اقرا سوره البقره واقرا واذكار الصباح المساء يعني الحمد لله كل شيء اقرا لله الحمد منه، يعني كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. بس شنو يجيني تعب ساعات اللي ما اقرا، ابي امسك القران ودي اشك القران كله، يجيني شيء ابي استأفر من نفسي من بيتي من عيالي، البيت نفسه تغير، كرهت عيالي كلهم، كرهت زوجي، زوجك صار يتأكل كأنه أخوي، ما كنا يعني زوجي. أسأل سؤال أم خالد، جربتي العلاج النفسي؟ رحتي طبيب نفسي ولا ما رحتي؟ شلون؟ رحتي طبيب نفسي؟ لا ما رحت طبيب نفسي، لأن أنا ما الشيء اللي فيني أمراض طبيب نفسي ما رحت، لا بس رحت ملوات النفسيين اللي شو اسمه الشيوخ اللي قروا علي يعني إنزين، فكنت أتعب لما يقرون علي الشيوخ، كنت أتعب أنا وقتها. تتعبين وتصيرين زينة يومين وترجعين مرة ثانية نفس الحالة. اي يعني يجيني تعب لما اقرا قران بالذات لما طيب وترجعين. طيب الراقي قرا عليك كم مره؟ من 4 سنوات ما في راقي بالكويت ما امر عليه يعني. يعني طيب انت يعني بسالك سؤال، بسالك سؤال ام خالد جاوبيني بصراحه. هلا. لما تصيرين مريضه مرض عادي وتجربين الدواء وتشوفين الدواء ما صار، او رحتي حق طبيب والطبيب ما سوى لك شيء، رحتي له مره ثانيه ما صار شيء، يرجع لك المرض، رحت إلى 10 مرات، هل تروحين لبعد ولا تشوفين طريقة ثانية؟ يعني هل أنتي متصورة إنك رايحة 4 سنوات والراقي إيش بيسوي لك؟ الراقي قاعد يدعي لك الله ويقرأ عليك قرآن وفي النهاية قاعد ترجع لك الأمراض مرة ثانية، إذا لازم في خطوة ثانية، لازم في طريق ثاني، ما يصير تستمرين على نفس الرقاق ونفس المرض فيك. خمول خمول على أكره المدرسة أشق هدومي. طيب يعني اشكرك ام خالد شكر جزيل، انا ادري ان اللي فيك شيء معقد يمكن يكون، لكن انصحك بعد استشيري طبيب نفسي، لا تقولين طبيب نفسي ما راح يسوي شيء، انت 4 سنوات جربتي، روح استشيري طبيب نفسي وشوف ايش راح يقول لك، وانا انصحك نصيحه، ادعي الله وانت موقنه بالاجابه، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ادعي الله بيقين باذن الله يفيك اللي فيك بليله واحده باذن الله اذا كان اليقين موجود. معنا الاخ ابو علي، حياك الله ابو علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخ أبو علي. الحقيقة نشكركم يا فضيلة الشيخ على تطرق لهذا الموضوع الحقيقة الحيوي وجيد، ونشكر جهودكم ونفع الله بكم وأثابكم الله. الحقيقة فضيلة الشيخ احنا عندنا تجربة بسيطة مع هذه الفئة هذه بالسعودية. نعم. وأحد المحافظات القريبة من دولة الكويت الشقيقة. لجان مخصصة عندنا لمتابعة الرقاة ومزاولين الطب الشعبي. والحقيقة اللجان تكون يعني من وزارة الداخلية ووزارة العدل ومندوب من وزارة الأوقاف ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقط لمتابعة هذه الفئات هذه؟ متابعتهم نعم، قائم اللجنة هذه مخصصة لمتابعتهم وتنظيم أعمالهم وأخذ التعهدات عليهم، واي اي اي مخالفه عندهم تكون نظاميه مثلا يؤخذ عليه تعهد بعدم العوده، واذا كانت مخالفات مثلا شرعيه او تمس العقيده او شيء يحال مع المدير العام ويؤدب عن طريق المحاكم الشرعيه. من هذه الامور طال عمرك. جيد. طبعا الملاحظ الان انه كثير من الرقاة يخلط بين الرقيه والطب الشعبي، عندما تاتي الى مقر الراقي تجد كأن محل عطارة في من جميع الأعشاب ومن جميع كذا، فهذا فيه خلط يعني، فهذا برضو ممنوع، وأن ضمن ممنوعات مثلا حاجات كثيرة مثلا الضرب الصعق اللمس عدم الرقية على المرأة بدون وجود شيخ أبو علي. أنا آسف جدا آسف جدا شيخ أبو علي، لأن المخرج يقول لي وقت البرنامج انتهى، كان ودي أنك اتصلت يعني أبشر من هذا، لعلنا إن شاء الله في مرات لاحقة نستعين أيضا تجربتكم في المملكة العربية السعودية. يا جماعة يا مجلس أمة الكويتي شكلوا لجنة تتابع هذه البيوت كلها، لازم مثل ما تفضل أخوان في السعودية في وزارة الأوقاف أو في دولة قطر، قطر سوت منعت كل هذه البيوت، سكرتها كلها 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 أغلاق، إحنا نشرف إذا في كم راقي نحتاجهم في البلد، إحنا اللي نخرجهم، يختارون بعض الأئمة الكبار
الناس المعروفين الموثوقين يدخلونهم دورات شرعية ونفسية وغيرها يكون ملم ولا، وحاطين بعض العيادات تدرون وين قطر سووها؟ داخل مستشفى، علشان أي مريض يحتاج إلى واحد يقرأ عليه، ترى الشيخ تحت موجود، يتصل رقم داخلي يجي يقرأ عليه الفاتحة وغيره وينزل، ما في أكثر من كذي. وكل فترة يطلعون كم واحد هم يشرفون عليهم يتابعونهم يراقبونهم. أما كل واحد طالع لي فاتح له بيت ولا ملحق ولا مأجر له بيت قديم في منطقة قديمة ورايح حاطه أربعة أيام للحريم ويوم حق الرجال ويصير مليونير بفترة، أنا ما بيحسدهم عشان فلوسهم، لا والله ما همتني، لكن يا جماعة الحساب تضيع الناس ويحسسون العالم. ما في وحدة تجي مسكينة جايبة أختها تطلع هي المسحورة، مو أختها تطلع هي المسحورة، هي الممسوسة، هي اللي فيها جن، هي اللي فيها. يا جماعة ترى هذا قاعد يصير خلط، قاعد ضيع فيها أعراض وفلوس وأخطاء صحية. وشلون وزارة التجارة تسمح بإدخال بعض هذه الأدوية؟ وشلون تسمح للمتاجرة في هذه البيوت بيع وشراء في بعض البيوت السكنية؟ ما أدري هل هو مسموح عندنا قانونا ولا ما في قانون أصلا ينظم هذا الأمر. أرجو مجلس الأمة يهتم في الموضوع، أرجو هذه الوزارات المعنية الأربعة اللي ذكرتها تهتم في الموضوع. وفي النهاية الشافي رب العالمين، وإذا مرضت فهو يشفين، كل واحد يرقي نفسه بنفسه. حسابنا اللي هو زوايا في التويتر راح ننزل فيه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآنية اللي الإنسان بروحه يقراها ويدعي ربه موقن بالإجابة ويتوكل على رب العالمين، وبإذن الله يشفى. والله يشفى لو الإنسان عنده هذا اليقين برب العالمين. أنا ماني ضد الرقات، بالعكس الراقي اللي يخاف الله ويتقي الله أنا معه والله يوفقه، لكن خلي يصير بإشراف حكومي بنظام، مو فوضى اللي حاصل اليوم. أنا آسف أني أخذت زيادة عن وقتي في هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة من برنامجكم زوايا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا، نطل على ملامحها سويا ونلتمس المفيد من المزايا. تفاصيل الحياة لها زوايا، لبعد النجم نلمحه صغيرا ويكبر ما تحدبه المرايا، لبعد النجم نلمحه صغيرا ويكبر ما تحدبه المرايا، وقد يخفي عميق البحر درا ويزهو القش في علب الهدايا. تفاصيل الحياه